الوديه متعجن في البدريه والديك بيدن كوكو كوكو في الفجريه يلا بنا على باب الله صنايعيه يجعل صباحك صباح الخير يا اسطاطيه طلع النهار فتح يا عليم والجيب ما فيش ولا مليم طلع النهار فتح يا عليم والجيب ما فيش ولا مليم من في اليومين دول شاف تلطيم زي الصنايعية المظاليم الصبر أمره طال وش بعد وافي الحال الصبر أمره طال وش بعد وافي الحال يلي معاك المال برضو الفقير له رب كريم الحلوة دي متعجن في البدرية وديك بيتك كوكو كوكو في الفجرية يلا بنا على باب الله يا صنايعية اجعل صباحك صباح الخير يا اسطاطية الحلوة دي متعجن في البدرية وديك بيتن كوكو كوكو في الفجرية يلا بنا على باب الله يا صنايعية يجعل صباحك صباح الخير يا اسطاطية تصفيق حاد جدا قوي خالص 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 تعال نورنا أرجوك يا ازيك عامل ايه ايه الاخبار كله تمام الحمد لله تحياتي ليكم جميعا جدا قوي خالص منورين اتفضل اولا ياسر انور منورنا الله يخليك مؤسس الفرقه الرائعه الجميله روعه نغم فرانكو كايرو اول حاجه لفتت نظري عاده ان الفرق بيبقى لها ايه اسم كلمه او كلمتين ايه قصه الاسم كله والله هو احنا الاول كانت فرقتنا كان اسمها فرقة رسائل سيد درويش ده في من سنين طويله وبعد كده ابتدينا ان احنا نطور المزيكا بتاعتنا او نطور الشغل بتاعنا فابتدينا بعيد عن سيد درويش يعني ابتدينا كمان نطور الشغل بتاعنا في ان احنا نعمل حاجات بس بشكل فرانكو شويه بس طبعا ما نجيش ناحيه الاساسيات بتاعه الالحان اوكي فان احنا نقدر ان احنا مثلا نسرع في التيمبو ونعمل سولوهات للموسيقيين الحاجات دي كلها فاحنا حطينا اسمي طبعا القاهره وطبعا احنا علشان خاطر بنغني كتير لشيخ سيد درويش والكلام ده طبعاً. فاحنا شايفين ان مفيش اكتر من شغل سيد درويش على مر سنين العمر ال100 سنه اللي احنا بنحتفل بيها انه اغانيه كلها او الالحان بتاعته كلها فيها نوع من الروعه حتى كلمه روعه دي على فكره دايما لما حد بيكون كويس جدا او بيغني كويس جدا فتقول دي روعه طبعا فاحنا خدنا الموضوع ده على فكره بحيث ان احنا بنقدم روائع او روعه للشيخ سيد درويش يعني او لقامات تانية طبعا عظيمه في التراث المصري مما لا شك فيه انا استاذنك ان انا عايز ارحب بكل الموجودين يعني انا احب ان احنا يعني ندلع الكل زي ما بيتقال شوف يا سيدي بقى طبعا ياسر انور منور الله يخليك يا فندم ايه هشام اللي يسمع اسمه يرفع ايده ايه هشام برافو نوران هشام برافو محمد زكريا ابو حميد مروان سمير يا سلام عليك وبعدين ملك محمد ايوه شفت انا من هنا اهو اوكي وبعدين مريم هاني ازيك يا مريم عامله ايه يوسف ياسر يوسف ياسر ايوه تشابه اسماء صح ماشي تبارك محمد ازيك يا تبارك اخواننا بقى العازفين الموسيقيين هادي الجبار على لا هادي ما عنده مين معانا على الأرض استاذ احمد ايمن احمد ايمن
انا ببوظ كل القواعد الممكنه احمد عشان اتحرك واسلم عليك. هرجع حاضر. وقلنا ايه تاني؟ وهشام لطفي. هاشم لطفي كاتب لي هاشم لطفي منور يا استاذ. ومحمود شحاته. ايوه حوده. ياسين وابراهيم تيتو منورين. عاملين ايه؟ كل تمام طبعا. الحمد لله. عطيه فوق في الاخراج قال لي ارجع بوظت الدنيا، لكن الحقيقه ان الموضوع يستحق جدا. سؤال، يعني انت عارف انا سيد درويش زي اظن ناس كتير من الناس اللي قدي. احنا بدايه معرفتنا بسيد درويش فيلم سيد درويش لالله يرحمه يا رب كرم مطاوع. اه فده كانت بدايه انبهاري بقى بسيد درويش. فبدات اقعد اسمع بسيد درويش ده بجد، كنت عيل صغير وكان شيء مستغرب جدا، يعني تحس ان انا عجوز في نفسي كده. بس سيد درويش ده عبقريه فزه صح؟ اه لا طبعا، يعني حاجه كده، يعني زي ما بيقول كده عبقريه لن تتكرر. يعني ان في حد يبقى بالروعه دي وبالشغل بتاعه ده ويبقى يقدر يطلع كميه الالحان وكميه الروايات، وكمان العصر اللي هو كان موجود فيه كان عصر فيه قامات كبيره جدا من الناس اللي لهم اسامي كبيره طبعا. يعني احنا لو جينا مثلا نقول ان الشيخ سيد درويش لما جه مصر، يعني لما جه القاهره يعتبر احنا بنقول على مصر، لما جه القاهره كانت يعني يعتبر الحاجه اللي هي يعني يعتبر ان الانطلاقه الكبرى بالنسبه لسيد درويش، وانه خلاص عال يعني سمع في كل حته اساسا في الوطن العربي كله. لكن لما نيجي نتكلم في الوقت اللي هو كان موجود فيه سيد درويش نفسه، هنلاقي بقى الفرق الكبيره اللي كانت موجوده، فرقه علي الكسار، فرقه الريحاني، فرقه جورج ابيض وعزيز عيد، فرقه منير المهديه. فالاسامي دي كلها يعني كل الاسامي دي كلها كانت في شارع عماد الدين. فكل الناس دي كانت بمثابه ان انت كل يوم على فكره، يعني كل يوم في عروض وفرق وحركه عروض فنيه. وبعدين حضرتك كمان لما تسمع مين اللي كان موجود اساسا في المؤثرين، لما تقول بقى مريم منيب، وما تلاقي حسين رياض، فؤاد شفيق اخوه، وتلاقي بعد كده كان لسه صغيرين اسماعيل ياسين، حسن فايق. يعني لدرجه ان في حاجه في ناس ما تعرفش كتير جدا، ان في روايات على فكره سيد درويش اللي اتعملت زي العشره الطيبه او العشره الطيبه زي ما بيقولوا مثلا، او الباروكه او شهرزاد، يعني كتير جدا من الروايات. ما حدش يعرف على فكره ان الممثلين احنا ابتدينا نشوفهم بقى في السينما، لما ابتدت السينما تدخل بقى، لما ابتدينا نشوف بقى حسين رياض وهو كبير كده مش عارف ايه، وحسن فايق وكل الناس اللي موجودين دول. الناس دي على فكره هي اللي كانت بتغني في الروايات اساسا بتاعت سيد درويش. حسين رياض ممثل في العشره الطيبه، وعلى فكره ليه كمان جزء على فكره من الغناء يعني. والله العظيم. طبعا اصل انا عندي العشره الطيبه اللي هي مش طبعا مش بصوت سيد درويش، لكن فيها حسين رياض، وانا كنت بقعد اسمعها من ونا. طب انا عندي بقى تسجيل اصلي بتاع حرج عليا بابا. ايوه، ما هو الحاجات دي على فكره، في حاجات على فكره موجوده، وفي حاجات ممكن تبقى نادره جدا ممكن حضرتك تشوفها، بس ابتدت الحاجات دي تظهر دلوقتي. يعني الحاجات دي ابتدت تظهر بقى دلوقتي، بقى بتاع السوشيال ميديا واليوتيوب عملوا اللي في حاجات كتيره جدا نزلت، فرقوا كتير. انتوا الفرقه بقى لها قد ايه؟ بس في حاجه بس عايز اقولها لحضرتك عليها، عشان احنا بنتكلم عن سيد درويش، مش عايزين نبخس حق ناس معينه هي اللي وصلت لنا سيد درويش. حتى لو بصيت على فكره الفرقه هتلاقي ان فيها اجيال مختلفه طبعا، وده مش القوام يعني الفرقه اكبر من كده كموسيقيين وكمان كمطربين. انتوا كام واحد؟ احنا حوالي بالظبط 15 ما شاء الله، والموسيقيين مثلا على حسب الحفله مثلا ممكن يبقى 10 مثلا. يا سيدي قول 15 برضه. ربنا يزيد. ف سيد درويش وصل لنا احنا كان على يعني كان من خلال الاساتذه والعظماء اللي هم عملوا شهر زاد بعد كده، وعملوا العشرة الطيبة بعد صح. فهنلاقي بقى كريم محمود، وهنلاقي طبعا بقى عبد الغني السيد، وهنلاقي إبراهيم حمودة، وهنلاقي أسماء كبيرة جدا على فكرة هي دي اللي وصلت جيل بعد جيل ابتدت تحفظ لحد ما وصلت لينا دلوقتي. وإحنا برضو على فكرة النهاردة يمكن إحنا بنحتفل بمقويت إحنا بنحتفل بمقويت شيخ سيد درويش، ودي حاجة مش هتتكرر. اعتقد ان مش احنا اللي هنعمل المعويه، احنا مش هنشوف ال100 سنه اللي جايه، وعشان كده بقول لحضرتك دي هتفضل طول عمرها موجوده طبعاً. الموضوع ده ان احنا بنحتفل بمعويه هذا الفنان العظيم اللي هو اساسا ميت 31 سنه وكام شهر، وعمل كل ده الكلام ده يعتبر على فكره اساسا، يعني عارف لما تحس كده حضرتك ان سيد درويش ده صاحب الشركه، يعني تحس ان هو يعني تحس ان هو الاونر، تحس الأب ان هو المؤسس. تحس على فكره حتى هتلاقي ان كل الناس اللي جت بعد سيد درويش، يعني زي طبعا القامات مع احتفاظنا مع الحفاظ طبعا على يعني على القابه كده، محمد عبد الوهاب، رياض السنباطي، سيد مكاوي، كل الناس دي على فكره كلهم كبار ورائعين، ما همش قد سيد درويش بقى. لا انا بكلم ان هم غنوا لسيد درويش،
كمان. ما هم في بدايتهم كانوا بيغنوا لسيد درويش. ما هو محمد عبد الوهاب فضل فتره طويله جدا متاثر جدا بشغل سيد درويش على فكره في ادواره وفي الموشحات والحاجات دي كلها، حتى هتلاقي ان في حاجات قريبه جدا من نفس الشغل اللي كان بيعمله سيد درويش. طبعا. طب هتسمعنا ايه؟ لا هنسمع بقى الصبهات بقى. هيسمعونا ايه بقى؟ هنسمع يوسف دلوقتي. اقول في المايك؟ هنسمع يوسف. اقول في المايك. يوسف هيغني لنا اهو ده اللي صار. لا اقوم اعمل له انا المايك. Kiki, kiki, ko, kiki, kiki, ko, kiki.
كيكي يا كيكي كو يا كيكي كيكو كيكي يا كيكي كو يا كيكي كيكو كيكي يا كيكي كو يا كيكي كيكو فتش عليكو يا ناس كيكي كيكو حبيب قلبي انا مش لاقياه شوفوا لي فين الله يخليكو ده عزيز علي قوي وعايزاه الله علي يا جمال عيني اللي لقيه قدي جنيه هو انت في الدنيا شوية ولا ايه ولا ايه يا كي 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 كو كي كي يا كي كي كو يا كي 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 كو كي كي يا كي كي كو يا كي 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 كو أول ما باب الشقة وربت سي كي 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 كو راح ايه هربان ما قدرش أبدا أنا على غيرت ده أصيل يا نينا ولقطة كمان الله علي يا جمال عيني اللي يلاقيه قدي جنيه هو انت في الدنيا شوية ولا ايه ولا ايه يا كي 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 كو كي كي يا كي كي كو يا كي 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 كو كي كي يا كي كي كو يا كي 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 كو كي كي يا كي كي كو يا كي 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 كو كي كي يا كي كي كو يا كي 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 كو كي كي يا كي كي كو يا كي 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 كو كي كي يا كي كي كو يا كي 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 كو بس 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 يا كي 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 كو بس 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 يا كي 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 كو بس 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 يا كي 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 كو بس 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 يا كي 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 كو بس 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 يا مريومة ايه الجمال ده؟ شكرا يا مريومة الف شكر. طب والله انا عندي سؤال عشان انت قلت في المره اللي فاتت حاجه مهمه جدا، قلت احنا بنشكر كل الناس اللي عرفت تنقل لنا تراث سيد درويش من موسيقيين ومطربين مهمين. احنا ما عندناش تراث ملموس بتاع سيد درويش صح؟ حاجات قليله قوي اللي نقدر نسمعها على الاسطوانات القديمه بتاعت زمان. لا ما هو في حضرتك بقى حاجه مهمه جدا، لا هو موجود واحنا حافظين كتير. حافظين بس يعني حاجات بصوت سيد درويش متسجلة وملموسة وموجودة محفوظ؟ في حاجات أكيد طبعاً في عند وفي حاجات الأسرة طبعاً موجودة، وفي حاجات كمان المفروض إن احنا خدناها برضو من الحفظة. صح، فالحفظة دول على فكرة أساساً مهمين جداً أوي. في وقت زمان ما كانش فيه على فكرة تسجيلات، فالحفظة دي الحفظة دول كانوا بينقلوا الفنون من مكان لمكان بحفظهم. والتسجيل نفسه أولاً كان مكلف، ثانيا سيد درويش نفسه ما كانش مهموم بكل ده. على فكره استاذ يوسف في حاجه مهمه جدا على فكره عندنا في التاريخ المصري وهو ان احنا اي حاجه عندنا لطيفه او جميله او بتمس حاجه معينه، ما هو سيد درويش كان في الوقت ده كان مناضل كبير جدا على فكره اساسا عظيم ضد الانجليز. فالاغنيه بتاعت سيد درويش لما كانت مثلا بيعملها سيد درويش وكان بيكتبها طبعا هو في كتاب كبار جدا زي مثلا بديع خيري، امين صدقي، بيرم التونسي، يونس القاضي، احنا بنتكلم في اسامي جامده جدا. الشيخ يونس ده اللي عمل بلادي بلادي. يعني في برضه حاجات هم اشتركوا فيها كده، ما هو في حاجات كده برضه في التاريخ كده يعني ان لا في مشاركات كده شويه. ماشي. فالقصه كلها ان احنا يعني هو ده اللي موجود عندنا ان يونس القاضي اللي كتب. ماشي. بس في حاجات على فكره برضو هو في مخطوطات بايد سيد درويش انه برضو هو سيد درويش كان بيشارك في الكتاب انه في حاجات ما هو في ده سيد درويش على فكره كان بيكتب كمان طبعا. فالاغنيه كانت في عصر سيد درويش كانت عامله زي الجورنان جريده كده. يا ترى سيد درويش محضر لنا ايه المره دي؟ يا سلام. يا ترى سيد درويش هيغني ايه المره دي؟ فطبعا بيع بقى القلل على بياع العنب على بياع مش عارف الجرجير على بياعة مش عارف ايه، كل دول كانوا بيحفظوا اغاني سيد درويش. فده كانت بالنسبه له سهل جدا ان عصر بعد عصر ان كل ده على فكره اساسا. وبعدين في ناس كانوا اصحاب سيد درويش برضه. هو سيد درويش مات 31 سنه. صح. في بطانه. طبعا. في اصحاب. صح. وفي ابن محمد البحر طبعا، وطبعا حسن البحر كان صغير لسه كان لسه يعني بنتكلم في سنه ولا حاجه كده يعني. لكن محمد البحر كان تقريبا عنده حوالي 13 او 14 سنه وبالتالي حافظ طبعا. ما انا بقول لحضرتك بقى في اصحاب في الكلام ده.
ففي حاجات متسجله في الـ في 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 الشركات اللي هم زي الكوبانيه كده بتاعت الانجليز والجريك والحاجات دي، وفي بقى وصلت بقى عن طريق الحفظه. حتى هتلاقي على فكره ان في حد على فكره برضو كان يعني دايما كانت حلقه وصل، ودايما كان موجود في في التاريخ كله. في يعني كمل شويه هنلاقي واحد مثلا زي سيد مصطفى. سيد مصطفى ده على فكره مفيش حد يتكلم عنه كتير، مع انه على فكره ليه دور كبير جدا في رساله سيد درويش على فكره جيل بعد جيل. ما هو سيد مصطفى ده على فكره برضو يعني يعتبر في ناس مش عارفاه غير ان هو مثلا ان هو الملحن او اللي غنى الجوز الخير والعربيه مع كريم محمود اللي هو كان طالع بدور العربي. فلا في حاجات على فكره بتوصل لنا على راسي هانم وعنايه بالظبط. فالقصة كلها على فكرة ان احنا بيوصل لنا الموضوع، بس بيوصل لنا من في حاجات بس في ايام زمان قبل يوتيوب ما كان في ممكن يكون في ابتدت الاسطوانات دي تتاخد على حاجات اتنقلت على شريط وتتعمل لها معالجات وبعد كده على شريط كاسيت معالجات وابتدت على فكرة توصل لنا وهتوصل على فكرة وهيفضل على فكرة سيد درويش عايش. ويكفي على فكرة ان حضرتك زي ما بتقول ان نشيد بلادي او النشيد الوطني لجمهورية مصر العربية هو من الحان الشيخ سيد درويش. يعني ده شيء عظيم، ده شيء فخر على فكره اساسا. الكلام وانت بتتكلم مش بس الكلام نفسه، وانت بتتكلم انت عندك حاله وله بسيد درويش يخليني اقعد افكر من انه هو. بص ياسر باشا، انت لازم تقعد بقدر الجهد اللي بتبذله انت والمجموعه الرائعه دي، ومع المجموعه الرائعه دي يبقى في مشروع كبير للحفاظ على تراث سيد درويش، مشروع كبير جدا على مسألة يلا بينا نعيد توزيع المزيكا بتاعت سيد درويش. يعني بلادي بلادي على سبيل المثال اتعملها إعادة توزيع على إيد الموسيقار محمد عبد الوهاب وهداها خالص. أنا مش عايز أكثر حماسا، أنا مش عايز أقطع كلام حضرتك طبعا، وطبعا ده شيء عظيم. وأنا يعني إحنا كلنا على فكرة سن يعني يعتبر مش بس على فكرة إن إحنا في خدمة تراث سيد درويش يا أستاذ يوسف. احنا مش في خدمة تراث بس لسيد درويش، احنا على فكرة بنحب سيد درويش لانه لمس عندنا الناحية المصرية. صح، فهو مصري طبعا وعمل الموسيقى المصرية. صحيح، وقلب السياق الموسيقي من العثماني بقى والحاجات اللي قبله والكلام ده للهوية المصرية. لما محمد عبد الوهاب نفسه يطلع يقول ان سيد درويش عمل للملحن قيمة، كان زمان على فكرة اساسا المغني او المطرب يقعد يغني ريان يا فجل لحد الصبح ماشي لحد ما الفرقه تموت يتقتل هما الاثنين، لكن سيد درويش عمل وحده زمنيه وعمل بدايه ونهايه والكلام ده، وكان بيحفظ الكورال والقصص دي كلها. ويكفي على فكره اساسا ان هو يعني الراجل بيحضر، يعني كان عنده اصرار من جواه مش عبقريه بس في ان هو طور، ده كان بيحضر نفسه قبل ما يموت بثلاث اربع ايام انه مسافر ايطاليا عشان يدرس الاوركسترا السيمفوني. فاحنا بنتكلم في واحد 31 سنه وعنده ايه اللي عنده لسه في حاجات تانية بيفكر فيها. بس مش بس على فكره برضو احنا برضو بنحافظ على التراث، ولا الكلام ده اكيد هيظهر ناس تانية. ودلوقتي على فكره برضو لا نبخس الناس حقوقهم، في جمعيه سيد درويش على فكره موجوده برضو على فكره اساسا، يعني فيها الاستاذ محمد حسن سيد درويش برضو على فكره برضو في يعني في ناس موجودين على فكره بتحافظ برضو على الدنيا دي مما لا شك فيه. وانا اتفق معاك على انه سيد درويش هو ملك لمصر، وبالتالي الحفاظ على تراث درويش هو حفاظ على التراث الموسيقي المصري وعلى جزء مهم جدا من تاريخ مصر وتاريخها الاجتماعي. بس في نقطه بسيطه، بس قول احنا بقى في شغلنا دلوقتي ممكن حضرتك ابقى مع حضرتك في حلقه تانية. يا ريت. بس احنا هتلاقيه ياسر انور فرقه فرانكو كايرو روعه نغم بتعمل شغل حاجات لعبد الوهاب او لام كلثوم او ليه بقى حضرتك؟ عشان احنا شفنا ان الرساله الاولى اللي بدات من الشيخ سيد درويش واحنا حافظين فيها كتير ففضل الحاجات دي كلها لازم نقعد نحافظ على الهويه دي كده كلها كملها عشان كلها طبعا يعني كلها حزمه واحده. صح، انت فاهم قصدي حضرتك؟ صح، وانا اتفق معاك. بص الوقت اللي جري بينا ده ما يتحسبش، وفعلا لازم تكونوا موجودين معانا مره تانية. ضروري. اولا انا عندي حيز ناحيه سيد درويش، بس هتغنوا لي غنوتين ورا بعض. انا عمليا انا كده طلعت بره الحلقه، انا ختام، لكن انتوا موجودين معايا غنوتين تختار. يبقى اصل احنا عندنا لسته طويله انت قعدت عملتها لنا، يا خساره ان انا ما سمعتهاش كلها والله العظيم انا زعلان. لكن احنا عندنا ملك يا ورد على فل وياسمين، عندنا ايه خفيف الروح، عندنا نوران زورني كل سنه مره، عندنا ياسر انور. لا سيبك خلاص، انا مش هلعب خلاص كده. طيب طب احنا ينفعش يبقوا ثلاثه؟ يا مصر يحميك الاهلي، ما ينفعش يبقوا ثلاثه؟ ينفع يبقوا ثلاثه؟ صح، ثلاثه. يبقى ناخد الثلاثه ورا بعض. يلا بينا، هناخد يا ورد على فل وياسمين الاول،
اجهزي يا ملك. وبعدين آية، وبعدين آية، وبعد كده خلاص، وبعدين يبقى هم كلهم كده، يبقى ملك خلاص. وآية ونوران، صح كده؟ هتعمل انا موافق. بس قاعدين مع بعض، كملوا خش على طول. يلا آية. بسم الله ما شاء الله. خفي
ضروري